إذا نأخذ n كتساوي واحد، دونك يكون عندنا سي اش 4، دونك هاد الجزيئة سميتها الميثان. هنا نشير لأن هاد اللفظ ان كيدل على أن هاد المركب ينتمي إلى الألكانات. ثم إذا كان n كيساوي جوج، إذا بالنسبة للألكان الذي يحتوي على ذرتي كربون، الاسم ديالو يتسمى الإيثان، ثم البروبان، البوتان، ثم البنتان. داكوغ، ثم دونك هاد التسميات هي تسميات الألكانات الخطية فقط. علاش؟ لان دونك بالنسبه للميثيل وبالنسبه للميثان والايثان والبروبان ما كاينش احتمال ديال تواجد يعني تفرعات في الجزيئه، بينما انطلاقا من البوتان فما فوق فالذره يعني الجزيئه يمكن ان تكون متفرعه. اذا بالنسبه للبوتان يجب الاشاره الى ان هذا الاسم هو اسم الالكان الخطي، يعني سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3. بالنسبة للبنتان كذلك، دونك سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3. داكوغ، بينما الألكانات المتفرعة يتم تسميتها طبعا باعتماد طريقة التسمية سنتعرف عليها الآن. بالنسبة للألكانات المتفرعة، إذا سنعطي مثال بسيط لنتعلم كيف يمكن تسمية الألكانات المتفرعة، وبالتالي يمكن تسمية داخل المركبات العضوية بكل سهولة. إذا نأخذ مثلا CH3 CH CH CH2 CH3 CH3. إذا هذا المركب نعرف كيف تتم تسمية مثل هذه المركبات. إذا أول مرحلة كنبداو بها هي مرحلة اختيار السلسلة الرئيسية. نذكر أن السلسلة الرئيسية هي سلسلة ذرات الكربون المرتبطة فيما بينها التي تحتوي على أكبر عدد من ذرات الكربون. إذا هنا السلسلة التي تحتوي على أكبر عدد ذرات الكربون عندنا إمكانيتين، سواء غناخذو هذه السلسلة هذه سواء غناخدو هاد السلسلة هادي، واحد جوج ثلاثة أربعة، ولا واحد جوج ثلاثة أربعة، داكوغ؟ ميمكنش ناخدو هاد السلسلة واحد جوج ثلاثة لأنها تحتوي على فقط على ثلاث ذرات كربون. إذا نختار السلسلة الرئيسية. بعد اختيار السلسلة الرئيسية نقترح لها اسما، نأخذ اسم نعطي للسلسلة الرئيسية اسم الألكان الموافق. بيان سور الألكان الخطي. إذا هنا شحال فيها من ذرات كربون؟ واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا هاد السلسلة فيها أربع ذرات كربون، كنرجع للألكانات الخطية شنو هو الاسم ديال الألكان اللي كيحتوي على أربع ذرات كربون؟ إذا كنلقاو هو البوتان. إذا الاسم ديال هاد الألكان الاسم ديال السلسلة الرئيسية كنعتبروه هو البوتان. ثم نمر إلى تحديد التفرعات او ما يسمى بالجذور الكيلية. نختار الجذور الكيلية. ما هي الجذور الكيلية؟ هي مجموع ذرات الكربون التي لا تنتمي الى السلسلة الرئيسية، وهي عبارة عن فروع. كيف تسمى الفروع؟ تسمى الفروع كذلك باسم الألكان الموافق. اذا ناخذ هذا الفرع، نحدد عدد ذرات الكربون التي يحتوي عليها هذا الفرع. اذا عندنا ذرة واحدة، ذرة واحدة كربون. إذا نأخذ نشتق اسم هذا الفرع من اسم الألكان الموافق. إذا غنكتبو ميث، غير هنا عوض ما نزيدو أن باش يعني، وهاد أن تدل على أن هاد المركب ألكان، كنزيدو إيل ونقرأ ميثيل.
إذا هذا الجذور تسمى باسم الألكان الموافق طبعا بحذف اللفظ أن وتعويضه ب إل. ثم نحدد موضع الجذر الألكيلي، إذا أين يتواجد الجذر الألكيلي؟ يتواجد في يعني مرتبط بذرة من السلسلة الرئيسية، فالميتيل يأخذ رقم ذرة الكربون المرتبط بها، إذا نرقم السلسلة الرئيسية يعني هنا كاين احتمالين، سواء من اليمين من اليسار نحو اليمين أو بيان من اليمين نحو اليسار، إذا واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا واحد جوج كنوصلو للرقم جوج كنلقاو الكربون الحامل للميتين الميتين، ولكن إلا حسبنا من اليمين حتى اليسار كناخدو واحد جوج ثلاثة كنلقاو بلي الميتين عندو رقم يعني الكربون الحامل للميتين عندو رقم ثلاثة. شنو هو الترقيم اللي كنختاروه في النهايه؟ هو الترقيم الذي يعطي للجذور بصفه عامه اصغر الارقام الممكنه، اذا غنختاروا ترقيم من اليسار نحو اليمين، اذا هذا هو الكربون رقم واحد، هذا هو الكربون رقم جوج، هذا ثلاثة، هذا الكربون رقم اربعة، ونكتب خلف الاسم ديال الميتين رقم الكربون الحامل لهذا الميتين، اذا غنكتبو جوج وكنديرو عارضة كنديرو ميتين. وتأتي المرحلة النهائية هي مرحلة اقتراح الاسم، نقترح اسم هذه المركبات هذا المركب بتجميع جميع هذه الأجزاء، إذا نبدأ دائما برقم موضع الجذر ثم الجذر ثم اسم السلسلة الرئيسية. سأعطي مثال آخر قبل أن نمر إلى الكحولات، إذا مثال آخر، إذا نأخذ هكذا نأخذ مثال رقم واحد، نأخذ مثال رقم جوج، إذا بالنسبة لهذا المثال غنتبعو نفس المراحل، المرحلة الأولى دائما هي اختيار السلسلة الرئيسية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، إذا هنا كنلقاو بلي أكبر عدد ممكن من ذرات الكربون اللي ممكن ناخدوها في السلسلة الرئيسية هو خمسة، لكن إذا خديت هاد السلسلة كسلسلة رئيسية تخيلوا هادي غنأطروها. دونك الوغ شنو غنلقاو؟ غنلقاو فرع واحد، تخيلوا هاد السلسلة هي سلسلة رئيسية، غنلقاو رابطة وحدة خارجة من هاد السلسلة، إذا كتعتبر فرع واحد، داكوغ؟ ولكن إلا خدينا هاد السلسلة هادي، كيكون هنا عندنا جوج ديال الفروع، فكاين واحد القاعدة كتقول أن إلا يعني عندنا بزاف ديال الإمكانيات باش ناخدو السلسلة الرئيسية، كناخدو السلسلة الأكثر تفرعا، بالتالي ستكون هذه السلسلة أو سلسلة بحال هذه مثلا غيكون عندنا هذا الفرع وهذا الفرع، بالتالي التبسيط إذا كانت احتمال ناخذ سلسلة يعني مجموعة ذرات اللي على السطر من الأحسن، داكوغ، ونحدد الجذور الألكيلية، نسمي السلسلة الرئيسية باسم الأركان الموافق واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كنمشي نقلبو على الأركان الموافق يحتوي على خمسة، إذا بنتان نأخذ الجذور ونشتق أسماء الجذور من أسماء الأركانات الموافقة مع حذف أن وتعويضه بإل، إذا نأخذ مثلا هذا فيه ذرتي كربون، إذا نمشي من إيثان، إذا عوض ما نسميوه إيثان شنو غنكتبو؟ نكتبو إيثيل، داكوغ، باش نبينو بلي هذا غير جذر ألكيلي، كذلك بالنسبة لهذا، غيكون ميثيل. ثم نضيف الأرقام الدالة على مواضع هذه الجذور، إذا هنا عندنا إمكانيتين، سواء نرقمو من اليسار نحو اليمين ولا من اليمين نحو اليسار، دونك هنا كيبان أننا خصنا نرقمو من اليمين، علاش؟ باش نعطيو الميتيل رقم جوج
ونعطيو الإيتي رقم 3. إذا هنا كنكون حصلنا على أصغر الأرقام ممكنة، بينما إذا اخترنا ترقيم من اليسار من اليسار نحو اليمين غنلقاو هنايا 3 وهنا 4، إذا يكون عندنا 3 و4. إذا إلا عندنا جوج و3 وعندنا ترقيم يعطينا 3 و4، غناخدو الترقيم اللي كيعطينا جوج و3. إذا جوج كموضع للميتين و3 كموضع للإيتيل، ونقوم بتجميع هذه الأجزاء لتكوين اسم المركب العضوي. وهنا يجب الإشارة إلى أن احترام ترتيب يعني الحروف اللاتينية في الألفابي كتحتم علينا أننا نسبقوا الإيتيل لأنه كيبدأ بأو والميتيل كيبدأ بأم. داكوغ، إذا الميتيل كيبدأ بأم، الإيتيل كيبدأ بأو، إذا غنسبقوا الإيتيل، بالتالي الاسم غيكون هو إذا الاسم غيكون هو 3 إيتيل، ثم نتبعوه بالميتيل لأن أم، جوج دائما العريضة ما بين موضع الجذر والجذر ميتيل، ثم نختم باسم السلسلة الرئيسية اللي هي بنتا. دونك هذا فيما يخص تذكير يعني تسمية الأركانات. نمر إلى كيفية تسمية الكحولات. إذا ما هي الكحولات؟ الكحولات هي مركبات عضوية تحتوي على يعني مجموعة من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين، و يعني أحد ذرات الكربون مرتبطة بالمجموعة OH، بالتالي نرمز بصفة عامة لي الكحولات ب CnH2n plus 1 OH أو لا CnH2n plus 2 O. داكوغ، إذا ناخدو أمثلة. ناخدو دونك الاسم إلا سمحتو، دونك ناخدو الصيغة العامة كيفاش كنسميو الاسم. دونك الاسم اللي كيكون، دونك كنكتبو اسم الألكان، كنكتبو اسم الألكان الموافق، وهنا كنوضعو موضع أو أش، وهنا كنكتبو أول. إذن ألكان موضع أو أش كنقصد به رقم الكربون الحامل لمجموعة الكربوكسيل أو أش، ثم نختم بأول. إذا نأخذ بعض الأمثلة. ممكن أخذنا هذا المثال، كنسميو هذا المركب العضوي كأنه ألكان، وإذا سميناه كأنه ألكان سنختار السلسلة الرئيسية. الإشارة في السلسلة الرئيسية تحتوي على ذرات الكربون، لا تحتوي على يعني ذرات أخرى غير الكربون. السلسلة هي السلسلة المكونة من ذرات الكربون. إذا هنا إذا كان هذا ألكان شنو كنا غنسميوه؟ إذا كان ألكان كنا غنسميوه بوطان. إذا غنكتبو الاسم ديال الألكان، نديرو بوطان. شنو خصنا نزيدو؟ موضع أو أش. دونك هنا الموضع أو أش كيفاش كنحددوه؟ كنحددوه بالترقيم، واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا مجموعة الهيدروكسيل، مجموعة يجب أن تأخذ أصغر الأرقام ممكنة، بالتالي غنرقمو من اليمين نحو اليسار، وبالتالي المجموعات أو أش مرتبطة بالكربون رقم جوج، كنكتبو جوج وكنكتبو أول. هذا بالنسبة ل يعني كحول خطي يعني لا يحتوي على تفرعات. يعني سأعطي كحول آخر. فإلا خدينا هذا المثال، دونك دائما المراحل هي نفسها، كنختاروا السلسلة الرئيسية، كنسموها بالاسم ديال الألكان الموافق، دونك اللي هو
بوتان، لأنها السلسلة الرئيسية تحتوي على 4 ذرات كربون. نحدد الجذر، دونك هنا الجذر الاسم ديالو ميثيل، هذا هو أول، هو اللي كنسبقوه بالرقم ديالو. إذا إلا سمينا هذا كألكان، كأنه ألكان. ألوغ شنو غنديرو؟ أول حاجة خصنا نعطيو الرقم للميثيل، دونك الميثيل يأتي في الموضع 2 إلى رقمنا من اليمين نحو اليسار، ويأتي في الموضع 3 إلى رقمنا من اليسار نحو اليمين. فعندما يتعلق الأمر بالكحولات، فيجب إعطاء ذرة الكربون المرتبطة بـ OH أصغر الأرقام الممكنة. وذرة الكربون على الإشارة، دونك في التذكير غنذكرو مجموعة من الأمور تباعا، يسمى بالكربون الوظيفي. شنو هو الكربون الوظيفي؟ هو الكربون المرتبط بالمجموعة OH. إذا يجب إعطاء الكربون الوظيفي أصغر الأرقام الممكنة، بالتالي سنبدأ من اليسار نحو اليمين. بالتالي يكون الميثيل في رقم 3، ويكون وتكون المجموعة OH في رقم 2. إذا غنختمو بجوج أول. دابا نسميوه يعني المركب كأنه ألكان، دونك لو كان ألكان كنا غنسميوه 3 ميثيل بوتان. دونك حنا سلينا هذا الجزء، هذا انتهينا من هذا الجزء ألكان. شنو كنزيدو له؟ موضع او اش. فين جا هنا او اش؟ جا في الكربون رقم 2، يعني رقم الكربون الوظيفي، وكنختمو بأول. الوغ قبل ما نبرو التسميات الأحماض الكربوكسيلية، غنذكرو كذلك بأصناف الكحولات. الوغ شنا هي أصناف الكحولات؟ كاين كحول أولي، ثانوي، ثالثي. الوغ شنا هو الكحول الأولي؟ الكحول الأولي هو الكحول الذي يكون فيه الكربون الوظيفي مرتبط بذرة كربون واحدة. والكحول الثانوي هو الكحول الذي تكون جزيئاته تتضمن الكربون الوظيفي مرتبط بذرتي كربون. بينما الثالثي عندما يكون الكربون الوظيفي مرتبط بثلاث ذرات كربون. إذا هنا نتعرف على هذه الكحولات اللي قدامنا، هل هي تنتمي إلى نفس الصنف أم هي أصناف مختلفة؟ إذا نأخذ مثلا هذا الكحول الأول. الكحول الأول يتضمن يعني مجموعة هيدروكسيد، والكربون المرتبط بمجموعة هيدروكسيد هو الكربون الوظيفي، مرتبط بذرة كربون واحدة. إذا هذا الكحول أولي. الكحول الثاني إذا لاحظتوا هنايا، الكربون المرتبط بـ OH هو الكربون الوظيفي، مرتبط بذرتي كربون، إذا هذا ثانوي. وهنا الكربون المرتبط بـ OH هو كربون مرتبط بثلاث ذرات كربون، إذا ثالثي. ونمر إلى الأحماض الكربوكسيلية. إذا ما هي الأحماض الكربوكسيلية؟ وكيف يتم تسميتها؟